بون نعرفوا في لي ريزو سوسيو بصح هذا اول لقاء مع الدكتور ياسين. واش رايك؟ عليكم شراكم لاباس بخير. من الدكاتره اللي يعملوا كثير في المجال الانساني التوعوي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. برافو ليك وحنا معاك. ربي يحفظك يعطيكم الصحه وتساوي في الشهر كل النساء اللي يتابعوا فيك. انا تشخيص مبكر وطلعت تشوفوا طبيب النساء تقوموا بالتشخيص. شكرا لك. نتمنى الشفاء لكل ان شاء الله يا رب. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. معنا الدكتور ياسين، أكيد ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي لكن قبلها أيضا في العيادات وفي الأروقة المستشفيات. طب جراحي مختص في أمراض الأنف والحنجرة وجراحة الوجه الحمد لله. دونك دكتور، اليوم رانا في يوم تحسيسي وتوعوي حول التشخيص المبكر لسرطان الثدي، وين اليوم نتأكدوا باللي سرطان الثدي ما يقتلش إذا كان فيه تشخيص مبكر وكاين الدواء. نعم بالطبع، الهدف تاع اكتوبر الوردي اكتوبر غوز هو هذا الديبيستاج التشخيص المبكر، باش نفكروا دائما الناس وخاصه النساء. نقول خاصه النساء لانه نقيس حتى الرجال حتى بنسبه 1%. الان هو واحد من السرطانات اللي عندهم دواء واذا كان فيه تشخيص في وقت المناسب وفيه تحسن في النسوة. لا اليوم تراك مقدم وموديراتور ميم طوط على اليوم، دونك واش راح النقاط اللي راح تركز عليهم في اسئلتك في اداره الحوارات مع المختصين؟ هي راح يكون فيها حوارات من دكاتره طب النساء وطب الاورام وطب الاشعه، لانه هما اللي يستكشفوا بهذا التشخيص المبكر وحتى للعلاج من بعد. وكان راح يكون في حوار مع المشاركين منهم اطباء وغير الاطباء، لانه الهدف تاع هذا اليوم التحسيسي حتى اذا كان فيه اطباء هنايا، لكن الهدف انه يكون فيه توصيل بعض من الشعارات الى الناس كامل العامة، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم ولات حاجة مليحة لانه نقدروا نتكلموا على مواضيع صحية بطرق سهلة لكي نوصلوا هذا الميساج. دونك تشوف بلي مواقع التواصل الاجتماعي هامة في مثل هكذا حملات ولا ايام؟ لا بالطبع، لانه تسهل بزاف الصوالح. بكري كانوا الناس تخرج برا ويكون فيه قافلات، وفي بعض المناطق ما تقدرش تلحق لهم هذه القافلات، وفيه نساء في مناطق بعيده من التراب الوطني تاعنا كبير. الجزائر قاره ماشي وطن صغير ولا حاجه، لكن الحمد لله الان مش كامل الناس، لكن معظم الناس بث مباشر مباشر. بزاف ناس عندها هذا لاكسي تاع المواقع الاجتماعيه، اليوتيوب او الانستغرام او الفيسبوك، اي واحد فيهم راح يكون جانب ايجابي. شكرا لك. شكرا لك.